بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير، تحية طيبة لكم للجميع المتابعين والمشاهدين والمشاركين على أرضية هذا الميدان. التحديات مستمرة، كانت في أشواط الفطامين انطلاقتي أيضا لأشواط الحقائق من المسافة 3 كيلومترات. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع أخواننا المشاركين في هذا الانطلاق. مباشرة مع الشوط الأول للحقائق من مسافة 3 كيلومترات، مع مقدمة الشوط هملولة الشاب بن حمد اليحافي مع المركز الأول. المركز الثاني التقدم مع المركز الثاني، هناك مع مراكزنا الثواني القادمة جلمودة محمد بن الحميدي لهيبي ينطلق مع جلمودة على المركز الثاني. المركز الثالث القادمة والمنطلقة أيضا هناك الشاهنية من يتواجد حمود بن علي لهيبي على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من وسام علي بن حمد المالكي على رابع المراكز، وخامس المراكز الشاهنية ياسر أو هنا الضبي ياسر بن سالم الدويكي مع المركز الثالث الشاهنية أو الرابع، نعم خامس المراكز الوصول من شواهين محمد بن حمود الوهيبي على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى، عودة إلى اليحافي في مقدمة الشوط اللي انطلق منذ البداية، اللي تقدم هناك مع سكان المقدمة في الصدارة هذا الشوط. المنطلق مع المركز الأول هملولة شاب بن حمد اليحافي اللي ينطلق مع المركز الأول منطلقا منافسا يبحث عن انتصار هذا الشوط. المركز الثاني جلمودة محمد بن الحميدي لهيبي أيضا مع جلمودة على المركز الثاني. المركز الثالث التقدم أيضا هناك من قبل الشاهنية حمود بن علي لهيبي ينطلق مع الشاهنية على المركز الثالث. والمركز الرابع الوصول القادم أيضا وسام علي بن حمد المالكي ينطلق مع وسام على المركز الرابع. والخامس المراكز التقدم أيضا هناك والأسماء من مراكزنا مع الشاهنية علي بن سعيد العمري. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. هناك نقترب في لائحة الكيلومتر الأخير، اللي بيحرك واللي بيتابع واللي يتقدم مع الصدارة غيرت موازين الشوط. أيضا هناك جلمودة محمد بن الحميد الوهيبي يتقدم مع المركز الأول، لكن الضغوطات مستمرة ما زالت هناك والتنافس من قبل الشاهنية. أيضا حمود بن علي الوهيبي ينطلق مع المركز الأول، غير الشوط مع الصدارة مع المقدمة هذا الشوط. المركز الثالث بشعار اليحافي على المركز الثالث، لكن أعود مع الاثنين في مقدمة هذا الشوط اللي ينطلقون هناك نحو الناموس نحو الانتصار والتقدم. الله الله الله، الحجايج هنا بدأت التنافس، هنا التحديات، لكن القادم العمري، قادم العمري يبحث عن النقطة الثانية لهذا الشعار، صاحب هذا الشعار صاحب شوطنا الأول للفئة الفطامين في الصباح هذا اليوم. لكن أعود مع الشاهنية وجلمودة، يا سلام التحدي الجميل، العرض المثير. هناك الشاهنية مع صدارة الشوط حمود بن علي لهيبي ينطلق مع المركز الأول، يروح مع سكان المقدمة هناك بهذا الأداء الجميل والعرض المميز. المركز الثاني جلمودة على المركز الثاني اللي تقدمت هناك محمد بن الحميد لهيبي، لكن الشاهنية علي بن سعيد العمري التنافس الثنائي، لكن الشاهنية والعصا في الأبطان ما يحرك عصاته مغروزة في الأبطان. تهانينا والناموس لمالك الشاهنية حمود بن علي لهيبي على انتزاع الشوط بدون أوامر ولا تعليمات، تذكر من مالك هذا الشعار والمتابع. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني الشاهنية علي سعيد العمري، المركز الثالث جلمودة محمد بن الحميدي لهيبي المركز هذا الثالث. التوقيتنا الزمني 4:29:37 جزء من الثاني، والتوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس.